يونس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس المجلس القيادي، نائب رئيس مجلس القيادة بهذه المناسبة العظيمة، الذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر المجيدة. أيها الأحرار، تحل على شعبنا الجنوبي الذكرى 59 لثورة 14 من أكتوبر الخالدة، التي انطلقت من قمم جبال ردفان الشماء وامتدت إلى كل أراضي الجنوب، ومثلت حدثاً أسطورياً وملحمة كفاحية قدم فيها شعبنا تضحيات غالية توجت بإعلان الاستغلال المجيد في 30 نوفمبر 1967، وبسط السيادة الوطنية على كامل أراضي الجنوب بحدودها المتعارف عليها كدولة تتمتع بعضوية كاملة في مختلف مؤسسات الشرعية الإقليمية والعربية والدولية، لها سيادتها وهويتها الوطنية المستقلة، وهي ذكرى تعود لتذكر بكيفية انتصار شعبنا في الجنوب على الاستعمار البريطاني وأفول 129 عاماً من الظلم والاستبداد والجهل والتخلف. نستلهم منها معاني التلاحم والصبر لمواجهة تحديات المرحلة الراهنة وتعقيداتها، منطلقين من إيماننا العميق بأن عدالة قضية شعبنا وحقه في انتزاع استقلاله وبناء دولته الفيدرالية مسألة لا تقبل الجدل أو المراوغة أو المساومة بمشاريع منقوصة، وهو الحق الأصيل الذي تقره كافة الشرائع والقوانين الدولية بأن الشعوب هي صاحبة السيادة وهي من تقرر مصيرها. أيها الأحرار، إنكم تدركون أجندات الخديعة السياسية والمكر التي تمارس ضد إرادة شعبنا الحرة بأساليب مختلفة، سياسية وعسكرية وخدمية، بغرض إنهاك الشعب وإحباط سياسيا لحرف مسار قضيته الوطنية، وهو ما يستدعي توحيد الصف وتضافر الجهود في بوتقة واحدة خدمة للمصلحة الوطنية العليا لشعب الجنوب الأبي، وتحقيق الهدف السامي المتمثل باستعادة الدولة لكل وبكل أبناء الجنوب، وهو الأمر الذي يؤكد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي تجسيداً للمشروع الوطني الذي يحمله في الوقت الذي يمد يديه للكل، لكل أبناء الجنوب على قاعدة التصالح والتسامح ليكونوا شركاء في تحمل المسؤوليات والتحرير وحماية المكتسبات. أيها الأحرار، تقع علينا اليوم مهام جسيمة لا تقل أهمية وجسامة عن تلك التي حملها آباؤنا وأجدادنا حين خاضوا ثوراتهم ونضالاتهم من أجل الحرية والكرامة، وهو الأمر الذي خاضه هذا الجيل في العصر الحديث في مواجهة عصابات الدين والقبيلة والعسكر منذ العام 94 900,000 المشوم وحتى اليوم، ولا تزال تلك العصابات وتجار الدين والحروب بشقيها الإرهابي والكهنوتي وكافة أشكال الاحتلال تطبخ المؤامرات الدنيئة لإشعال الحرائق وزراعة الفتن ومحاولاتها البائسة لتمزيق جنوبنا الحبيب، ويقيناً أن أحلامهم لن يكتب لها النجاح، وستنكسر كل مؤامراتهم أمام إرادة شعبنا الصلبة. لقد ارتقت على درب كفاحاتنا النبيلة قوافل من الشهداء، ولا يزال شعبنا يقدم أكبر التضحيات
بعد أن قطع الشوط الأكبر نحو استحقاقات قضيته العادلة التي باتت اليوم محوراً رئيسياً ورقماً صعباً، وقد قطعت أشواطاً كبيرة لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية للوصول إلى بناء الدولة الفيدرالية الجنوبية. ونؤكد هنا أننا لن نفرط في أهداف ثورتنا وتضحيات شعبنا والمنجزات التي حققتها مقاومتنا الباسلة، ولن نحيد عن الثوابت التي رسمتها دماء الشهداء. نرفع التهاني لشعبنا المكافح وقواتنا الباسلة المرابطة في ثغور الجبهات وخنادق المواجهات من أجل الحرية والعزة والكرامة. تحية التضحيات والصمود والثبات على العهد والعمل معاً على استكمال مهام التحرير وبناء الدولة الجنوبية الحديثة.